بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم نتواجد هنا في حي مولى عبد الله عين الشوق. هناك حريق في سوق النموذجي تسبب بحريق كبير، ولكن المؤسف في هذا أن عديد من الناس تحضر لهذا الحريق ولكن تتواجد بهذا الزردة. خصكم بحال هكا كيخصها ترميم بالنسبة للدخان هذا اللي وقع في هذا الحريق هذا، كيخصو بحال الحريق هذا ما خصوش يتعاود مرة أخرى، لأنه غيتسبب الناس في الضيقة وغيتسبب حاجات اللي هما أدية بزاف. ودابا كاينة اللي كما كنعرفوا كاينة كورونا، ما خصهاش هاد الهمجية وهاد يعني الاكتظاظ يكون في هذا الوقت هذا بالذات. كيخصنا البوليس أو الشرطة المعنيين بالأمر أنهم يحضروا ويديروا الخدمات ديالهم والخدمه ديالهم. وشكرا لمن باركم. بالنسبه للحريق كاين في جانب السوق النموذجي، وبالنسبه للسوق النموذجي اتساءل لماذا لم يكن ترميم هذا السوق لحد الساعه.